احنا نريد ان تكون القيادة لنينوى وان تكون نينوى هي التي تقود نفسها بنفسها، وبالتالي مشروعنا مستمر. واليوم اخونا استاذ ساير راح يكون له مكانه ويكون له وجود في هذا المشروع اللي نتمنى انه يكبر، وبالتالي احنا ان شاء الله نكون في خدمتكم وفي خدمة تطلعاتكم. اضم صوتي الى صوت اخي نائب احمد الجبوري، اطلب من اهلي ومن عمامي ان يكون الى جانب نينوى والى اهلها الى جانب الاخ ساير الشاهر، اريد يكون ممثل لكم، فليطلب منكم الكل تزحف الى صناديق هوية نينوى. قرار نينوى راح يكون من خلال اصواتكم، لا تنطون مجال للباطل ان يتغلب، وعليه عليكم ان تساندون ابنكم. هذا اللي نطلبه منكم، وان شاء الله بعد الانتخابات باذن الله نجي ونحتفل بفوز قوائمنا، بفوز بفوز مرشحين. مستقبل ابنائكم، مستقبلكم، مستقبل زمار يتوقف على اصواتكم. احنا نعرف يعني هناك كثير من اهلنا يقول لك انا صوتي مو مهم، خلي الجماعه تروح. لا، كل صوت احنا محتاجين، كل صوت امهاتنا واخواتنا محتاجين، واصوات اخواننا ايضا محتاجين، لان هناك من القوائم من دفعت اموال في سبيل ان تسيطر في يوم الانتخاب. زيارة الأخ والشيخ الكبير الشيخ ثابت العباسي والأستاذ نجم جبوري والأستاذ أحمد عبد الله الجبوري عضو مجلس النواب في ربوع مجمع برزان ناحية زمار، وإن شاء الله يكون أهالي زمار عند حسن الظن ويزحفون زحف إلى صناديق الانتخابات، ويكون إن شاء الله الفوز كاسح بإذن الله لقائمة نينوى ولأهلها وقائمة الحسم الوطني.